بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يصلي من أجل السلام والمحافظة على الوحدة في الكنيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يحذر من استمرار تدهور الأوضاع في غزة. الكاردينال بث بالا لأبنائه في غزة: كونوا أقوياء وسنصلي معا بفرح وسلام. المطران جمال خضر: لا يمكن أن تهدأ المنطقة من غير حل عادل للقضية الفلسطينية. الكنائس الأردنية تنفذ وقفات تضامنية لوقف الحرب في غزة. وفيها أيضاً وقفة حق وسلام في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. ترأس قداسة البابا فرانسيس في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان وقفة صلاة من أجل السلام، تخللتها صلاة مسبحة الوردية وسجود للقربان المقدس. وفي نهاية الصلاة تلا البابا صلاة قال فيها: أنت يا مريم تعرفين تعبنا وجراحنا وتتألمين معنا ومن أجلنا، إذ ترين الكثير من أبنائك تمتحنهم الصراعات وتحزنهم الحروب التي تمزق العالم. وتابع الحبر الأعظم يقول: يا مريم ساعدين لكي نحافظ على الوحدة في الكنيسة، واجعلينا نشعر أننا مسؤولون عن السلام ومدعوون للصلاة والعبادة. هزي يا مريم نفوس الذين تقيدهم الكراهية، وجففي دموع الأطفال وساعد الأشخاص الوحيدين والمسنين. اعضد الجرحى والمرضى، واحمي الذين اضطروا إلى مغادرة أرضهم وأحبائهم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: يا سيدة جميع الشعوب، صالحي أبنائك الذين أغواهم الشر، وعلمينا أن نعتني بالآخرين. هذا وحث مراقب الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة جابرييل كاشا الإسرائيليين والفلسطينيين على إظهار شجاعة السلام من خلال العمل على حل الدولتين. وذكر سيادته في مداخلة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي بكلمات البابا فرانسيس: إن الحرب هي هزيمة للجميع وتقضي على الأخوة البشرية. ولفت إلى أن الصراع الدائر في الأرض المقدسة ولد آلاما كبيرة لدى المدنيين. ولم يخفي رئيس الأساقفة كاشا قلقه حيال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بعد مقتل وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص وتهجير مئات الآلاف من منازلهم. دعا جلالة الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لأونروا في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها خصوصاً بقطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازراني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وجدد جلالته التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع. كما أكد جلالة الملك على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والصحية في القطاع. وفي سياق آخر، ثمن الأردن موقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء في جمعيتها العامة الذين صوتوا لصالح قراره المقدم حول ضرورة حماية المدنيين في غزة ووقف الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس والأراضي المحتلة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح القرار الذي حشد الأردن له، والذي أكد على الدوام أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية وعلى أساس حل الدولتين. مع استمرار الحرب على غزة والخطر الذي يحدق بالمسيحيين هناك، وجه غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين رسالة لأبنائه في غزة، عبر فيها عن تأثره بما يعيشونه في ظل هذه الظروف العصيبة وقال: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدروا أن يقتلوها. وأضاف: أنا معكم بمعاناتكم وآلامكم، وأكرس كل وقت للصلاة لأجلكم وللتحاور مع المسؤولين لوضع حد لهذا الظرف في أقرب وقت ممكن، ولدعمكم أيضا بقدر استطاعتنا. وأضاف غبطته في رسالته: كل المسيحيين في العالم هم معكم، يصلون من أجلكم ويدعمونكم. وختم قائلا: الله معكم ونحن معكم، فكونوا أقوياء، وأثق تماما أننا سنصلي معا في غزة بفرح وسلام. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا إلهيا في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة مادبة. سام خلاله الأخ حلمي إبراهيم شماسا إنجيليا على مذبح الرب.
وبعد الخدمة خاطب سيادته الشماسة الجديدة قائلاً: لقد حققت أمنيتك لتكون خادماً في كنيسة المسيح، وعلينا أن نتواضع أكثر لنحب أكثر، واعلم أن نعمة الله تكمل مع الضعف. أعونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور جمع كبير من أبناء الرعية وذوي الشماس الجديد. الكنيسة بتدعوك لقدس الأقداس حتى تصبح في الدرجة الأولى اللي هي درجة الشموسية في الكهنوت. هاي هي محبة الله يا ابني لإلنا نحن البشر، وبالأخص لإلنا نحن الآباء الخدام في كنيسته. محبته دايماً بتغمرنا مع إنه نحن ضعاف غير مستحقين، ولكن بجاهد كل واحد فينا بمقدار المستطاع. هو بدعونا حتى نحن نخدم كنيسته اللي هو افتداها بدمه الكريم على الصليب. مات يسوعنا الحلو، إلهنا المتجسد، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، مات على الصليب حتى نحن نعيش الحياة الأبدية. قديش جميل يا ابني فيليبوس إنه نقدر نتفاعل مع هكذا محبة. هاي المحبة اللي بتغمر قلبنا وذهننا وفكرنا، كل كياننا بتغمرنا. هاي المحبة اللي بتخلينا دائماً إنه نقف بذهول أمام هكذا محبة. على صعيد آخر، دعت كنائس الأردن أبناء رعاياها في المملكة إلى التبرع لدعم الكنيسة وأهلها في غزة، وجاء في ندائها أنه تعبيراً عن إيماننا العامل بالمحبة وتعاضدنا كإخوة معاً جراء الاعتداء الإجرامي الدموي الذي حل بغزة وأهلها، ولما تعانيه الكنيسة التي تستقبل النازحين من مسيحيين ومسلمين من نقص في الدواء والغذاء. لنرجو التبرع لإخوتكم في غزة حتى تتمكن الكنيسة من تقديم الواجب تجاه العائلات النازحة والمشردة هناك. وكانت إسرائيل قد ارتكبت مجزرة مريعة حين قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى تابع لكنيسة القديس بيرفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، والمستشفى المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، وأيضاً تم تفجير المركز الأرثوذكسي لاحقاً، حيث أسفر هذا الهجوم عن استشهاد وجرح عدد كبير من العائلات المسيحية والإسلامية المحتمية في تلك المواقع، وأغلبهم من النساء والأطفال. تلبية لدعوة مطرانية اللاتين في الأردن أقيمت في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية عمان، تضمنت الوقفة قداساً وصلاةً تلاها المسبحة الوردية وإضاءة الشموع من أجل السلام في المنطقة. وفي نهاية القداس الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والراهبات، خرج جموع المؤمنين إلى ساحة الكنيسة، حيث ألقى الأب حنا كلداني كلمة قال فيها: لنصلي إلى الله طالبين شفاعة أمنا مريم البتول لأن تحفظ أهل فلسطين وغزة، ومؤيدين كذلك لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية والإنسانية النابعة من الثوابت الأردنية الأصيلة. وختم الأب كلداني كلمته بالطلب لرفع ظلم الاحتلال على الشعب الفلسطيني. نصلي ونتضرع إلى الله طالبين الخلاص لأهل غزة، مؤيدين رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين النابعة من الثوابت الأردنية العربية، ونقول لفلسطين ولأهل غزة ما جاء في سفر النبي أشعيا، اقتبس: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. ونقول لفلسطين وللقدس وللناصرة ولرام الله والأريحة ولغزة ولكل مدن فلسطين لا أنساك. كما ألقى سيادة المطران جمال خضر كلمة وصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه هزيمة للقيم الإنسانية، ولا يجوز تبريره بأي شكل من الأشكال
داعيا الجميع للاتحاد لأجل السلام والعدالة، مذكرا سيادته بمقولة جلالة الملك بأن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة. هذا الاتحاد مع وهي التضامن مع أهالينا في غزة هو من قلب عمان، من قلب عمان اللي بتنبض محبة لفلسطين ولأهالي فلسطين، ومتضامنة من القلب مع آلام إخوتنا المتألمين في غزة. نطلب من ربنا أنه يمنح السلام ويعطي القادة أنهم يسعوا دائما من أجل السلام. وشكرا للجميع. ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه، وأهل غزة عم بنتصروا لكل العالم ليرجعوا إنسانيتهم وكرامتهم. صحوا فينا كل إشي كان ميت، الكرامة، الفكر، الاقتصاد. الله يرحم كل أمواتهم ويوقف الحرب على خير وهدات بال يا ربي. واليوم نحن اجينا لنضم صوتنا وصلواتنا من كنيسة مريم العذراء الناصرية لتنتصر لأهل غزة وألمهم. كما نفذ أبناء الأسرة الأردنية المسيحية في محافظة الزرقاء وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة وسائر فلسطين، وذلك في كنيسة سلطانة السلام مار يوسف. تحدث في الوقفة التي حضرها عدد من الشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من أبناء الرعاية، كل من النائب هاي العياش والأب إياد بدر وسعيد عويس وفاتن سميرات. وقد دعا المتحدثون إلى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى القطاع. كما أشاد المتحدثون بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني وجهوده المستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، منددين بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي طالت الأبرياء في المنازل والكنائس. إزاء ما يجري في غزة من حروب ودمار وقصف عنيف لمناطق القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، أجرت فضائية نورسات مقابلة مع سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن حول أحداث غزة والصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة. وفي هذا الحوار الذي أجرته الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للفضائية في الأردن وفلسطين، شرح سيادته أسباب هذا الصراع المرتبط بالظلم والفقر وغياب العدالة والحصار الجائر الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وأهالي غزة على وجه الخصوص. كما شرح سيادته خلال المقابلة وضع الكنيسة المحلية في غزة وتطلعات المسيحيين هناك إلى سلام واستقرار في أرضهم. فإلى الحوار. هذا الصراع هل هي حرب لأجل العودة؟ كلنا بنعرف أنه هذا الصراع لم يبدأ في 27 أول، ولكن بدأ من 75 سنة، من سنة 48. بحكم كوني مدير للمدارس زرت قطاع غزة قبل 3 سنين. اقتصاديا في فقر كبير جدا موجود لضيق مساحة غزة ولعدد السكان في أكثر من 2 مليون إنسان. من ناحية ثانية في هذا الحصار خصوصا من سنة 2007 في فقر، في بطالة كبيرة. اللي صار هو يعني تذكير للعالم انه احنا لا نزال موجودين. لما ذكرت انه الاحداث بدأت قبل بكثير من 27 اول، حتى قداسة البابا اتدخل في هذا الصراع. يعني شعب عايش وبده يعيش، بده يعيش بكرامة. لكن احنا في فلسطين اللي بنتنفس سياسة، ولا يمكن ان نفصل السياسة عن الحياة اليومية. مثل ما قال البابا بولس السادس، كل ما يخص الانسان يخص الكنيسة. فلما في ظلم على الانسان الكنيسة ترفع صوتها. الله خلق الإنسان على صورته كمثاله، معناه أنه الله أعطى الكرامة لهذا الإنسان، أعطاه الحق في الحياة وأن يعيش. أتيت لتكون لكم الحياة وتفيض فيكم. كل هذه الأمور هي رسالة السيد المسيح لكنيسته، وواجبنا أن نتابع هذه الرسالة في واقعنا الذي نعيشه اليوم. شو رأيك بسيادة الشعب الفلسطيني على أرضيه وسعيه المستميت؟ هذه الحقوق متساوية، ويجب أن يجد الحكام والمسؤولين السياسيين. سيدنا مؤخرا تم استهداف الكنائس وأيضا المستشفيات، مستشفى المعمداني اللي راح ضحيته أعداد كبيرة. هل ترى أنه هو استهداف للمسيحيين والاعتداء عليهم في الأرض المقدسة؟
بعتقد أنه هي عدم اكتراث لمن هو الضحية، إن كان مستشفى أو كنيسة أو بيت لناس آمنين أو مخابز أو أي مكان قد يلجأ إليه أهل غزة، هو عدم اكتراث بحياة الإنسان. فرسالتك ونصيحتك للمؤمنين؟ نصيحتي أو رسالتي هي أنه لما نلتجئ إلى ربنا في الصلاة نؤكد من جديد أن الله هو أب لنا في السماوات، ونثق به ونجدد ثقتنا به، ولكن إحنا منعيش في الصليب، نعيش هذا الصليب، نعيش هذه الظلمة اللي موجودة، ولكن لا نفقد رجاءنا بأن صباح الأحد، فجر الأحد سيأتي بعالم أفضل وعالم جديد. نصلي ونعمل من أجل هذا العالم الجديد. أقامت الكنائس المحلية في محافظة إربد خدمة صلاة في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين بنية ورجاء السلام في غزة والأرض المقدسة. اشتملت الخدمة على تأملات وتراتيل وأدعية لوقف الحرب على القطاع وإحلال السلام في المنطقة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. آيات كثير بتدعو للسلام والساعين إله، والثقة والرجاء برب السلام هي محور أي وقفة أو أي تجمع بكل كنائس البلد. واليوم كنائس إربد من روم، لاتين والأسقفية العربية الإنجيلية اجتمعت ببيت واحد بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين بحضور عدد كبير من أبناء الرعاية ليصلوا بكل محبة ورجاء، طالبين من الرب يمنح بلاد الحروب والنزاعات واللي بتتعرض لأبشع أنواع القهر الإنساني صلاة اليوم من أجل فلسطين وغزة تحديداً. الخدمة بلشت بكلمة من الأبونا ديونيسيوس حداد كاهن رعية الروم الأرثوذكس، مفادها بأنه رسالتنا واضحة على الرغم من مشاعر الغضب والشجب والاستنكار، لكنها مليانة بالروحانية المسيحية والقيم والمحبة. اليوم إحنا جايين حاملين رسالة سلام لأرض السلام. إحنا اليوم جايين باسم كنيسة الروم الأرثوذكس إربد، منحمل معنا رسالة سلام، رسالة محبة، رغم الحزن اللي إحنا عايشينه ورغم الألم اللي إحنا فيه، لكن منحمل رسالة سلام مثل ما علمنا السيد المسيح. منحمل معنا شموعنا وصلواتنا حتى تكون مثل البخور صاعدة إلى رب المجد، حتى يحل السلام وترجع الأرض لأرض السلام مثل ما ولد فيها السيد المسيح. من بعدها بلشت الصلاة واللي اشتملت على قراءة من سفر أعمال الرسل والمزامير وقراءة من الكتاب المقدس وبمشاركة كمان من أبناء الرعاية. وكلمة الأبونا فراس عريضة اللي بتأكد على وقوفنا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني اللي طالما كان مخلص وصاحب صوت الحق والعدالة من أجل السلام والحرية والاستقلال. وعدة القيس سمير سعيد ركزت على إنه محبة ربنا للكل وخيراته كمان على الكل، وإنه من غزة ولد قديسين وفيها أقدم الكنائس والأديرة بالعالم التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس. صلاتنا التي رفعناها اليوم للرب أن تتوقف هذه الحروب التي نراها من حولنا وأن لا تتوسع وتزداد. إننا نرفع الصلاة من الأردن ضارعين لمليكنا عبد الله الثاني الذي نادى وينادي لإعطاء الشعب الفلسطيني الحرية، الذي نادى بأن تتوقف هذه الحرب الظالمة على الإنسان الأعزل الذي يمر في أصعب أوقاته. أكثر من 6,000 شهيد ماتوا، أكثر من 16,000 جريح، مستشفيات لم تعد تعمل. لذلك كان لابد أن نحمل سلاحنا الوحيد وهو الصلاة، الشموع، والله قادر أن يسمع. وبالنهاية يتوجه النظر بصلاة لمريم سيدة فلسطين، وبعديها بنور الشموع يتوجه الكل لساحة الكنيسة ليعيشوا لحظات من الهدوء والصمت على نية السلام. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.
قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان وقفة حق وسلام. استضاف البرنامج خلالها الأب حنة كلداني، حيث ناقشت الحلقة الوضع الإنساني في قطاع غزة والتحدي الذي يخلق الصمود في مواجهة الاحتلال، مع التعريج كذلك على المؤسسات المسيحية العاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع السيدة ميري حتر حول أركان السلام والوضع الراهن في الأرض المقدسة. فإلى هناك أبونا، وإحنا عم نحضر لهذه الحلقة ارتئينا أن نسألك، وأنت ضليع في التاريخ المسيحي وخاصة وأنت أطلقت كتاب الحياة المسيحية المعاصرة في الأرض المقدسة في الأردن وفلسطين، فلذا رح أطرح عليك هذا السؤال، إنه ما هو البعد اللاهوتي والتاريخي في الصراع القائم في الآن في الأراضي المقدسة في غزة وخاصة في غزة؟ فإذا أنت هيك بتلخص لنا، ما هو البعد أولا اللاهوتي ومن ثم التاريخي؟ أولا قبل ترخيص نتكلم عن البعد اللاهوتي والتاريخي. نعم. حسب التصنيف الدولي في معاهدة لاهاي 1907، نعم، معاهدة لاهاي تعدد المناطق اللي فيها احتلال في العالم. في حوالي تقريبا 150 منطقة احتلال في العالم تمت في القرن العشرين. نعم. تقريبا كلها انتهت. اليوم فقط في العالم توجد 9 مناطق فيها احتلال محتل. أقدمها، نعم، الاحتلال، احتلال فلسطين وهضبة الجولان. نعم. وهذه المناطق فلسطين وبسوريا بقبرص، في مناطق في أرمينيا وأذربيجان، أبخازيا، أوسيتيا الجنوبية، القرم، حلب فيها احتلال. نعم. ولكن فلسطين هي الأقدم منذ سنة 1967. نعم. ورغم كل المعاهدات اللي صارت، محادثات مدريد، محادثات أوسلو، لا تزال القضية عالقة. نعم. ويبدو أن الإسرائيليين لم يدخلوا في المفاوضات على مبدأ رابح رابح. نعم. أرادوا دوما مبدأ رابح خاسر. نعم. إنه يجب أن يكون الفلسطيني خاسر. ولا يزال الفلسطيني يعاني، أرض فلسطين هي في القانون الدولي أرض محتلة. نعم. في القانون الدولي هي أرض محتلة، وهذا الاحتلال أشبه بطنجرة الضغط البريستو. نعم. على نار، وكل فترة يتم تنفيذ هذا الضغط بسبب الاحتلال، وأدى هذا إلى حروب بفلسطين وخارج فلسطين، في لبنان مجزرة قانا سنة 82، اجتياح لبنان 2006، في لبنان 2014 في غزة، والآن من جديد في غزة، ناهيك عن الاشتباكات الأسبوعية واليومية والقتل والمجازر. نعم. وخلاصة الورقة اللي هي وقفة حق، خلاصة الورقة تقول هذه، والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني أي الاحتلال الإسرائيلي هو شر يجب مقاومته. هذا هو التعريف المسيحي للاحتلال. نعم. شر يجب مقاومته. نعم. وهو شر وخطيئة يجب مقاومتها وإزالتها، وتقع هذه المسؤولية أولا على الفلسطينيين. نعم. اللاهوت المسيحي يحمل الفلسطيني مسؤولية إزالة الاحتلال، إزالة هذا الشر، إزالة الشر على الفلسطينيين أنفسهم الواقعين تحت الاحتلال. فالمحبة المسيحية تدعو إلى المقاومة. ما هو موضوع الإدانة اللي موصوفة فيها دوليا لإدانة الفلسطينيين في الهجوم وبدء الهجوم؟ هي مش بداية، هي أن كل عمرهم الفلسطينيين عم بيحاولوا أنهم مثل أنت ما تفضلت، مثل طنجرة الضغط، أنه يتنفسوا من فترة لفترة، لكن التنفيس الأخيرة جاءت أنه بعد هذا الغليان. نعم. اللي خلال هذه السنوات كلها في غليان، والوثيق وقفة حق تعدد أسباب هذا الغليان. نعم. أو هذا الصراع اللي منها أول المستوطنات أنها بالأراضي. نعم. نعم. الفلسطيني اليوم قد يغامر بحياته للوصول إلى شجرة الزيتون. نعم. القريبة من قريته. نعم. كل القرى تقريبا، كل المدن صدرت الأراضي التي من حولها. نعم. وهي أراضي منطقة سي. نعم. فالاستيطان، الجدار الفاصل. نعم. فلسطين مقطعة بالجدار الفاصل. نعم. يعني حتى الواحد يعمل مسافة 10 كيلو بعض مرات يأخذ معه 2 أو 3 ساعات حتى يصل إلى، نعم، مقصده أو إلى عمله. هناك الحرية الدينية أصبحت مهددة للفلسطيني كان مسلما أو مسيحيا للوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ناهيك عن الإهانات وجرح كرامة. نعم. الإنسان.
اللاجئون واقع لا يزال يعاش في فلسطين وخارج فلسطين. وإذا أنت بدك تعرفي غزة، يوجد في ناس كثير ناس مشاهدين بفكروا غزة دولة. نعم. حكومة لا لا، غزة نعم. عبارة عن سجن. نعم. عبارة عن أكبر سجن مفتوح في العالم، مساحته 360 كيلومتر مربع، ويعيش فيه 2.3 مليون، 80% منهم لاجئين من الساحل الفلسطيني ومختلف مدن فلسطين. أبونا، بكل هذا التاريخ اللي محمل بهذا الأسى وبهذا القهر وبهذا الظلم، وما فيش لا تحقيق عدالة ولا مساواة لا في حقوق ولا في أي مكافآت، مش بدي أقول مكافآت، أي حقوق لهذا الشعب المظلوم طول عمره مظلوم. لكن إحنا بنحكي عن الأرض المقدسة واللي هي أرض ديان المسيحية، أرض منبع المسيحية، أرض السيد المسيح، اللي قبر المسيح هناك، مجد القيامة اللي تم هناك. ما دور طبعا في هذا البعد اللاهوتي اللي أنت تفضلت وحكيت فيه إنه الكنيسة الحاضرة المسيحية الحاضرة عبر التاريخ في هذه الأرض ودافعت عن هذه المسيحية كل الشعوب، لكن هل الدور المسيحي في هذا الصراع ما هو الدور؟ يعني كيف وقفت الكنيسة الجمعة أن بقولها الكنيسة الرسولية بكل العالم، كيف وقفت الكنيسة أمام هذا الظلم؟ كيف تنظر له في هذه الوثيقة؟ نعم. وقفة حق. نعم. تعرف الأرض المقدسة بهذه الكلمات: لقد أرسل الله إلى هذه الأرض الآباء والأنبياء والرسل. نعم. يعني هي لكل الثلاث ديانات. نعم، للثلاث ديانات، اليهودية والمسيحية فعلا. والإسلام، يحملون إلى العالم رسالة كونية شاملة. واليوم نحن فيها ثلاث ديانات نعترف: اليهودية والإسلام والمسيحية. وأرضنا هي أرض الله. نعم. هي أرض الله كباقي بلدان العالم، هي مقدسة بحضور الله، ولكن فيها الآن لأنه وحده القدوس والمقدس، فمن واجبنا نحن الساكنين فيها أن نحترم مشيئة الله فيها وأن نحررها من شر الظلم والحرب الذي فيها. دوري كمسيحي أن أسهم بتحرير الأرض المقدسة من الشر والظلم التي فيها. هي أرض الله، فيجب أن تكون أرض المصالحة والسلام والمحبة. وأنا كمسيحي وكل إنسان مسيحي في الأرض المقدسة وكل إنسان مسلم وكل إنسان يهودي طيب الإرادة ويعرف الله ويتقيه ويحب الله، هو مدعو إلى أن يعمل في الأرض المقدسة من أجل المصالحة والسلام والمحبة. ويقول تقول الوثيقة: وهذا أمر ممكن بما أن الله وضعنا فيها شعبين، فإنه يمنحنا أيضا المقدرة إن شئنا على أن نعيش معا ونقر فيها العدل والسلام ونجعلها فعلا أرض الله. يقول المزمور: للرب الأرض وما فيها والدنيا وساكنوها. سلام على أرض تعمدت بالدم والروح منذ أن انطلقت رسالة النور والمحبة والسلام من مدينة بيت لحم، حيث كان النور إلى العالم بولادة ملك السلام المسيح له المجد. سلام على أورشليم التي شهدت مسيرة الفداء والخلاص والقيامة، من الشرق جاء النور إلى العالم. أبونا، يعني أركان السلام: الحق، العدل، الحرية. هذه الأقانيم الثلاثة، أي خلل في أحد أركانها يدخل العالم في مأزق. هناك من يحاول شيطنة العالم، يعني كما تفضلت الاحتلال حالة طارئة، الأرض شرعيتها لأصحابها ومن عاشوا بها قرون من الزمن، يعني هذا لن يغير المعادلة، قد يختلف السكان ولكن يبقى الأرض هي الأرض. الأرض خلقت، حملت رسالات سماوية درج عليها الأنبياء. أبونا، ما رأيك يعني معطيات صفقة القرن، وهي تقسيم المنطقة الجديد، يعني سنشهد سايكس بيكو جديدة بتغيير الديموغرافيا والجغرافيا للمنطقة العربية، يعني هذا شيء خطر جدا، يعني وهناك يعني من يسعى إلى أن يغير معالم المنطقة العربية بتجاهل
هويتها. يعني أنا كنت أتمنى أن يكون بدل طوفان الأقصى طوفان القدس، طوفان فلسطين، كي لا يتمحور العالم مع محور ديني وإنما محور وجودي وسيادي لشعب فلسطين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يحذر من استمرار تدهور الأوضاع في غزة. الكاردينال بث بالا لأبنائه في غزة، كونوا أقوياء وسنصلي معا بفرح وسلام. المطران جمال خضر، لا يمكن أن تهدأ المنطقة من غير حل عادل للقضية الفلسطينية. الكنائس الأردنية تنفذ وقفات تضامنية لوقف الحرب في غزة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني newsadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.